يعني احنا نشارك اليوم في هذا المؤتمر الهام، مؤتمر المنتدى المالية العامة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، اللي نقدم لها كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة وهذا الموضوع واختيارهم لهذا الموضوع الهام، اللي نعتقد ان احنا انه هو يعني يكون إضافة جيدة للدول العربية بشكل عام، وتبادل الخبرات بين أصحاب المعالي الوزراء ومتخذي القرار في الشأن المالي، اللي له دور أساسي في تطوير السياسات المالية اللي من شأنها إن شاء الله تساعد على مواجهة التحديات العالمية والتحديات الداخلية في دولنا، اللي ممكن من خلالها إن شاء الله نعالج كثير من القضايا المالية في الدول العربية.